تساؤلات عديدة حول الدور المرتقب لحزب المؤتمر الشعبي العام بعد استرجاع الشرعية لمدينة عدن من سيطرة الانقلابيين وإصرار المقاومة الشعبية على إخراجهم من باقي المحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء. تحديات مصيرية فرضت على حزب المؤتمر منذ الانقلاب على الشرعية الدستورية، حيث غدا أشبه برهينة بيد المخلوع صالح، ما دفع بعض قادته إلى التخلي عنه وتأييد الرئيس عبد ربه منصور هادي. ومنهم من عارض سياسة الانقلاب على الملأ، وآخر خرج من اليمن وانضم إلى مؤيدي عاصفة الحزم، فيما لاذ قسم بالصمت في مواقف أقرب إلى حياد سلبي خشية بطش الحوثيين وصالح. ورغم الضغوط واجه بعض قادة المؤتمر الشعبي الانقلابيين على الأرض بشجاعة أدبية، مثل الشيخ القبلي عثمان مجلي من محافظة صعدة والشيخ صغير بن عزيز اللذين دعما وبقوة الشرعية الدستورية. وعلى النقيض من ذلك، تحدثت تقارير عن تقديم بعض أنصار المؤتمر الشعبي دعما لوجستيا في بعض المحافظات لميليشيا الحوثي وتسليحها من مخازن الجيش والتماهي معها في مواقف سياسية، ما يضع المؤتمر في المرحلة القادمة عند مفترق طرق. أما خيار التمسك بالشرعية الدستورية ومرجعيتها السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، فقد اتبعه الدكتور عبد الكريم الإرياني وعدد آخر من قادة المؤتمر. وهناك خيار الانقلاب على الشرعية أو اللجوء إلى العنف الذي اتبعه المخلوع صالح بتحالفه مع المتمردين الحوثيين، وهو خيار يكاد يقود حزب المؤتمر إلى مصير قد لا يختلف عن مصير الحزب الدستوري في تونس أو الوطني في مصر. لكن وقوف بعض قادته مع الشرعية وخروجهم عن طاعة صالح يبقيان فرصة للمؤتمر الشعبي العام لتصحيح مساره والعودة إلى الشرعية.